السلام عليكم. في الدروس السابقة اتكلمنا على البلان والسكوب والكونتراكت في موقع بلانري، وده موقع بيساعدك في ان انت تنظم المشروع بتاعك خصوصا لو بيم، ويعمل لك البيم اكستشن بلان. لو جينا اول حاجة بلان، بنبدأ نعمل الاو اي ار والبي اي ار والاي اي ار، وهو بيبقى فيه حاجات جاهزة وانت بتنحك ان انت تعدل فيها زي ما انت عايز. وبعد كده السكوب، بنظبط العناصر بتاعت الاولو دي في مرحلة ديزاين و3D كوردينيشن، وفي مرحلة الأوبريت، وممكن تزود مراحل زي ما أنت عايز. في الكونتراكت بنبدأ نكتب المعلومات، بنقول له كرييت، ونختار العناصر اللي إحنا عايزينها تبقى معانا، تمام، وبقول له كرييت فيبدأ يعملها لي. وبعد كده تقول له مثلا أنا عايز أشوف البي دي إف، فيبدأ يفتحها لك بالشكل دوت، في كل العناصر اللي ممكن تحتاجها في المشروع بتاعك. طيب بعد كده هندخل بقى في السكادول او جدول بقى المشروع. بتبدأ بقى تشوف الاي تيم بتاعك مثلا ايه الحاجات المطلوبة، وتبدأ بقى العناصر اللي هتتعمل مثلا في الشغل. فانا بقول له مثلا دي المفروض تبقى هنا من يوم كذا ليوم كذا، طيب، ومثلا البلامنج هيبقى مثلا من يوم كذا ليوم كذا، وده هيبقى مثلا مع الفريق دوت، والتاريخ بتاعها هيبقى من هنا لهنا، تمام، ودي هتبقى مثلا من هنا لهنا، وهكذا حسب بقى هي محتاجة كام يوم. تقدر تدوس عليها وتبدأ تشوف كل المعلومات اللي انت محتاجها، تمام، وهل هي استراكشر ولا بلومنج، تمام، قسم الناس اللي هم في البلومنج هم اللي هيشتغلوا فيها، تمام. ده في جزء ال 3D ريفيو. ممكن تقول له في 3D كوردينيشن يبدأ يجيب لك العناصر اللي انت كنت حاططها في 3D كوردينيشن، وتبدأ ترتبهم بقى حسب التيم وحسب الوقت اللي المفروض الحاجات دي تخلص فيها بالشكل دوت. وممكن تطبع التاسكات اللي المفروض تتعمل دلوقتي، تحملها عندك.